لا أدري. هو يقول إن الذي لا يحرص على صلاة الفجر يحرم من رؤية الله يوم القيامة. لا أدري، أول مرة أسمع هذا الكلام. لكن القصد إن لا شك إن أداء صلاة الفجر في وقتها هذا ركن واجب، فرض على كل مسلم أن يصلي الفجر في وقتها. أما قضية العقوبة المترتبة على من لا يصلي الفجر في وقتها، إذا كان متعمدا ترك صلاة الفجر متعمدا إلى بعد طلوع الشمس، هذه كبيرة من الكبائر، وعلى قول بعض أهم يكفر بالله جل وعلا. وأما إذا لم يكن متعمدا وإنما تكاسل مرة أو مرتين فهذا معصية ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها.